أود أولا باسم المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا أن أرحب بكم جميعا، وإن كنتم لا تحتاجون إلى ترحيب في بلدكم المملكة المغربية. نحن سعداء بتواجدكم معنا كما كان دائما الأمر، سواء في إطار الحوارات الليبية أو في إطار اللقاءات الثنائية. أود أن أتقدم بخالص الشكر للأخ خالد المشري ومعالي المستشار عقيل صالح على تجاوبهم واختيارهم المغرب لهذا اللقاء، وأن أعبر عن تقدير المملكة المغربية لجهودهما المتواصلة لإخراج ليبيا من الأزمة التي دامت أكثر مما يجب. إخوة الأعزاء، منذ الصخيرات حدثت تطورات كثيرة ومهمة، مقتضيات تم تجاوزها وتحتاج إلى تحيين وتطوير. صراعات على الأرض خلفت ضحايا ودمار، تدخلات من قوى دولية وميليشيات جعلت ليبيا أرضا لصراعات وتجاذبات. في كل هذه الظروف ظل المغرب متشبث بثوابت. أولا، ثقته المطلقة في الروح الوطنية الليبية. كلما كان يأتي عندنا مبعوثين ويقولون أن الملف الليبي معقد وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا عسكري وأن الأزمة الليبية لا حل لها، كان رد المغرب دائما: أنتم لا تعرفون الليبيون وأنتم مخطئون، الليبيون قادرون على تجاوز كل الصعاب والوصول إلى حلول وتغليب مصلحة ليبيا ومصلحة الشعب الليبي. ثابت ثاني كان دائما إيمان المغرب بأن الحل يجب أن يكون ليبيا، ليبيا خالصا تحت مظلة الأمم المتحدة ولكن من صنع الليبيين أنفسهم. وظل المغرب كما كان دائما يشتغل مع الأمم المتحدة وتحت مظلة الأمم المتحدة كما فعل في السابق وكما سيفعل في المستقبل، وأكدنا ذلك خلال الزيارة التي قامت بها ممثلة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة السيدة ستيفاني ويليامز. الثابت الثالث كان الثقة في قدرة مجلس النواب الليبي ومجلس الأعلى للدولة كمؤسستين شرعيتين يضمان نساء ورجال قادرين على تجاوز الصعاب وعلى الدخول في حوار لليبيا ولمصلحة ليبيا بكل مسؤولية وبكل تجاوز للصعوبات الظرفية. إخواني، مقاربة المملكة المغربية كما حددها جلالة الملك محمد السادس هي أن ليبيا أو الملف الليبي ليس قضية دبلوماسية ولا قضية تجاذبات سياسية. الملف الليبي هو يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق تجمعنا معه أخوة صادقة، استقراره من استقرارنا وأمنه من أمننا. المغرب كما قلت أكثر من مرة لا أجندة له، لا مبادرة له ولا مسار له. المغرب لم يقبل أبدا أن يختار بين الليبيين. المغرب اعتبر دائما الليبيين إخوة. المغرب لم يغير مواقفه بحسب التطورات على الأرض. المغرب كان دائما يعتبر الليبيين كلهم أبناء لذلك الوطن ويتحلون كلهم بروح المسؤولية وبتغليب مصالح ليبيا. لا أجندة للمغرب سوى الأجندة الليبية، لا مصلحة للمغرب إلا المصلحة الليبية العليا، لا مقترح للمغرب إلا ما يتوافق عليه الليبيون. المغرب تحدوه فقط الرغبة الصادقة والطموح المتجرد لخدمة ليبيا والوقوف إلى جانب أبنائها ومؤازرتهم. في هذا الإطار كان المغرب دائما مستعد لخلق فضاء للليبيين ليتحدثوا بينهم، ليناقشوا قضاياهم
بكل روح بناءة وبكل موجات إيجابية للدفع نحو تقدم في المسارات وحسب النقط الجدول الأعمال التي يختارها الليبيون أنفسهم، وهذا ما كان وهو نفس الأمر اليوم. المغرب يفسح مجال لحوار ليبي دون تدخل لا في الوفود لا في جدول الأعمال ولا في المخرجات، الكل بين أيدي الليبيين وما يتفق عليه الليبيين ويصفق له المغرب. الإخوة ممثلي رئيس مجلس النواب الليبي، الإخوة ممثلي رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبي، هناك مقولة شهيرة لأحد أبناء ليبيا البررة هو عمر المختار، كان يقول: التردد أكبر عقبة في طريق النجاح، لا تترددوا نحو الحل. اليوم لا مجال للتردد بين استمرار الأزمة والوصول إلى حل الأزمة الليبية. المغرب له ثقة كاملة في قدرة الإخوة الليبيين في أن يسيروا بدون تردد في اتجاه الخروج من الأزمة، الخروج من معادلة المنتصر والمنهزم، الخروج من منطق أن أي مكسب لطرف هو بالضرورة إضعاف للطرف الآخر. نحن لدينا ثقة كاملة في أن الدينامية الإيجابية الأخيرة التي تمثلت في وقف إطلاق النار يوم 20 غشت، المبادرات الليبية سواء من المستشار عقيلة صالح وكما تضمنت في إعلان القاهرة، أو مبادرات الأخ مشري والمبادرات اللي جات من حكومة الوفاق الوطني، كلها يمكن أن تعطي أرضية للسير نحو حل للأزمة الليبية. إذا كان للمغرب أن يقدم رأي أو نصيحة، هي أن تكون هذا الحوار مقاربة براغماتية عملية لإعادة الثقة، لبناء التفاهمات، لإنضاج الأفكار والتوافقات، وللتهيئ للاتفاقات إن شاء الله حول للخروج بليبيا من هذه الأزمة. وللشعب الليبي يحتاج إلى أخبار جيدة، إلى أخبار طيبة، إلى أخبار تدفع إلى التفاؤل. وأكيد أن من هم في هذه القاعة قادر على أن يزفوا لليبيين اليوم غدا بعد غد أخبار سارة حول مصير ليبيا، حول مستقبل الأجيال المقبلة من الليبيين، وحول واقع نساء ورجال وأطفال ليبيا اليوم. مرة أخرى مرحبا بكم، وإن كنتم لا تحتاجون الترحيب، نتمنى أن نكون قد هيئنا لكم الظروف لمقام طيب ولحوار بناء، أنتم أسياده وأنتم أطرافه وأنتم من يتحكم فيه كما قلت، دون أي تدخل ودون أي محاولة للتأثير فيه، لأن هذا ولن يكون أبدا موقف المملكة المغربية. شكرا مرة أخرى ومرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وغادي تواصلوا معي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.